طبعا فاتحين مشروع اسمه ماست، نحن 3 شركاء، وأول سنة حقنا أن نحن نفتح المشروع، وأول مهرجان نسجل فيه اللي هو مهرجان أضواء الشارجة، وهذا هو أول مهرجان لنا في الشارجة. طبعا الحمد لله وايد إيجابيات ووايد شيء إقبال الحمد لله من الناس، وحابة أشكر منظمين أضواء الشارجة على إتاحة هاي الفرصة والجهد المبذول لدعم الشباب. هذه أول مشاركة لي في قرية الأضواء من ضمن فعاليات مهرجان الشارقة. مشروعي في تحدي كبير، أقدم توست يحضر بطريقة مميزة إسبانية بالإضافة إلى القهوة المختصة. الإقبال كبير ما شاء الله، والتنظيم في مستوى عالي، التحدي عندي كبير، وهذا المهرجان أعطاني فرصة كبيرة أعرف زواره على مشروعي. أحب أشكر جميع القائمين على هذه الفعاليات، وأشكر الأخ الفاضل سعادة عبد الله سلطان الدح على تشجيعي في المشاركة في هذا المهرجان. هذه المشاركة الأولى لي الحمد لله في المهرجان، والأولى كمشروع تجاري أيضا. أنا هاوي للقهوة ومحب للقهوة. سنة 2015 كنت أحضر القهوة في المنزل وأتعلم عليها، لين ما صارت عندي إمكانيات وعندي علم في القهوة. فهذه المشاركة الأولى لي في المهرجان، وتم تقديم الدعم لي من قبل المهرجان بإتاحة الفرصة لي للمشاركة، والأثر الإيجابي اللي اكتسبناه من المهرجان أو المشاركة لنا كانت هي أخذ الانطباع من المشترين، نشوف الأذواق المختلفة، الإيجابيات والسلبيات في البزنس، الأغلاط اللي ممكن نتجنبها في المستقبل. نحاول نرضي جميع الأذواق المختلفة، ونحاول نوصل لأقصى درجات رضا المتعاملين.